معاكم اصحابي واهلا بيكم في فيديو جديد مع جي تي اي. والنهارده في مشكله كبيره في المدينه اللي انا موجود فيها، وان المدينه دي كلها غرقت في الميه وبقى كل حاجه موجوده تحت الميه حتى المباني. شايف الميه وصلت فين وعماله تقرب عليا، بس انا عشان البيت بتاعي في مكان عالي فالميه لسه ما وصلتش، لكن هتوصل لنا اهي وهتغرقنا كلنا واحنا مش عارفين نعمل ايه. فقررت النهارده ان انا اتحول لسوبرمان وانقذ الناس اللي موجوده تحت الميه، لان في ناس كتير العربيات بتاعتها غرقت. فهنبدا المهمه بتاعتنا يا اصحابي دلوقتي علشان نبدا ننقذ كل الناس وما نسيبش ولا واحد. مش عارف انا فرحان ليه، زي ما اكون مبسوط ان هم غرقانين تحت الميه. فبقى عايزين نجمد قلبنا كده، وقبل ما نبدا الفيديو اول حاجه ننزل نحط لايك للفيديو ونشترك في القناه لو احنا ونشترك في القناه لو احنا لسه ما اشتركناش. يلا بينا نركب العربيه بتاعتنا ونجهز بقى عشان نبدا المهمه. ايه ده؟ بس استنى، ده في مشكله كبيره جدا. انا معيش قوه خارقه، انا سوبرمان عادي والله، اهو ما بقدرش حتى اطير. ده بص القفزه بتاعتي قفزه صغيره. بقول لك ايه، لو سمحت انا سوبرمان بس القوه الخارقه بتاعتي مش لاقيها، ما تعرفيش اجيبها منين؟ هتغرقي انت رايحه فين؟ بص شايفه الفيضان؟ يا نهار ابيض، ارجعي يا بنت. لا استنى يا عم، خلينا نركب العربيه ونمشي بسرعه نروح ندور على القوه الخارقه بتاعتنا، لان كان في ناس في عصابه سرقت القوه الخارقه بتاعتي وهم جيش القرود. عارفين انتوا جيش القرود دول هم اللي سرقوا القوه الخارقه، وانا لازم اروح ارجعها دلوقتي عشان اقدر انقذ الناس من تسونامي اللي غرق المدينه كلها. يلا بينا يا شباب، خلينا اول مهمه هنعملها نسترجع القوه الخارقه. فين بقى جيش القرود دول؟ بس انا عايز حد يساعدني. اجيب مين يساعدني؟ وما فيش قدامي غير سبايدر مان، ولا بلاش سبايدر مان، ايه رايكم نجيب هالك؟ هالك ممكن يساعدني. انا دلوقتي المدينه دي ما فيهاش ميه لانها مدينه عاليه جدا، المكان اللي غرق هو المكان اللي واطي ماشي. فاحنا عايزين بس نطلع فوق الجبل كده وهجيب هالك يساعدني. هو الوحيد اللي هيقدر يساعدني في المهمه دي. اهي الفيلا، دي الفيلا بتاعت هالك اهي. اركن بقى العربيه دي هنا، خلينا ننزل ننط ونروح نكلم هالك وهو يساعدنا النهارده. يا هالك، ولا هالك انزل، يلا تعالى في فيضان. ما انت قاعد بقى في بيت عالي مش حاسس بالميه اللي موجوده في المدينه. ايه يا عم هالك فينك يا عم؟ بدور عليك من زمان، مختفي فين كده ومش عارف ان في فيضان موجود في المدينه. يا عم والله عارف ان في فيضان، بس اعمل ايه؟ مفيش في ايديا حاجه. لا بقول لك يا عم هالك، احنا عايزين نساعد الناس دي، ما ينفعش نسيبهم كده. ولا انت عشان قاعد في بيت يعني الميه ما بتوصلش ليك ومبسوط بقى، لكن الناس اللي موجوده تحت هناك دي غرقانه في الميه. خلاص يا عم سوبرمان، شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك. بص اول حاجه احنا لازم نعملها ان انا عايز استرجع القوه الخارقه بتاعتي، لان زي ما انت شايف انا ضعيف جدا ومش هقدر اساعد الناس كده. فهمتك. طب انت مين اللي سرق القوه الخارقه بتاعتك؟ اللي سرق القوه الخارقه بتاعتي جيش القرود يا عم، ما انت عارفهم، اللي كنا بنفيطهم انا وسوبر مان امبارح، اللي انقذناك منهم، هم دول اللي سرقوا القوه الخارقه بتاعتي. اذا كان كده بقى احنا لازم نروح دلوقتي ونرجع لك القوه الخارقه بتاعتك، ما تقلقش، يلا بينا يا سوبر مان. يلا بينا يا صاحبي تعالى، خلينا بس نوقف اي عربيه ناخدها معانا كده، مفيش عربيات هنا ولا ايه؟ والشارع بتاعك ده ما بيعديش منه عربيات، مفيش اي عربيه معديه. طيب اهي في عربيه جايه اهي، وقفها بقى، وقفها. مفيش معانا اي اسلحه، هنوقفها كده وخلاص. اقف عربيه، يلا سوبر مان. يا سوبر مان مين؟ يا هالك اركب بسرعه معايا هالك. اي بسرعه قبل ما الشرطه تيجي. ولا شرطه مين بعد؟ مفيش شرطه في المدينه دلوقتي. يلا ايه ده هالك؟ بص هالك حاطط رجليه فين؟ ايه يا ابني في يا حبيبي؟ في يا بابا؟ والله انا انزل لك بهالك اهو. بص هالك انزل اضربها، انزل يلا اضربها يا هالك، اضربها يا هالك، بضربنا. هالك وقع يا جماعه، هالك هو انت ضعيف كده ليه يا هالك؟ الواد ضربنا ومشي. استنى يا جماعه لما نجيب اسلحه مش هينفع كده. اوه جبنا اسلحه يا جماعه، انزل يا صاحبي، انزل يا صاحبي، اضرب يلا هالك يلا. وهالك ما بيضربش معاه ليه؟ مش راضي يساعدني والله. استنى هنجيب العربيه دي. يا نهار ابيض، خد يا عربيه. بقول لك يا هالك اركب العربيه دي بسرعه، مفيش وقت، بسرعه يلا، خلينا نروح نجيب القوه الخارقه بتاعتي عشان ننقذ المدينه. اركب يا هالك. ايه ده هالك قاعد ورا؟ ماشي عشان رجليه بس. شايف ضخم جدا يا جماعه، طالع من العربيه، العربيه مش واخداه، ده محتاج دبابه عشان يقدر يركبها. يلا خلينا اول حاجه نروح لجيش القرود دلوقتي حالا، ولان هم بيقعدوا في الجبال فوق، فاحنا هنروح لهم ونخلص عليهم كلهم ونجيب القوه الخارقه بتاعتنا ونرجع تاني. وسع بس كده يا صاحبي انت اهو، وسع الطريق، وسع عربيه. ايوه كده احنا ماشيين تمام مظبوط اهو، هم موجودين فوق الجبل ده. جاهز يا هالك ولا ما انتش جاهز؟ هو ايه اللي بيحصل هنا هالك؟ ايه الناس الكتير دي وايه العربيات دي كلها؟ الناس دي بتعمل ايه هنا؟ اوه ده في سباق عربيات هنا، الله. ايه ده بقول لك ايه يا هالك، تيجي نشارك معاهم في السباق بتاعهم ده؟ استنى بس انا عايز السلاح لو افتكروا ان احنا جايين نضربهم. الله ده حاجه حلوه قوي. بقول لك ايه، تعالى ناخد العربيه الجامده دي. يا رجاله معلش يا رجاله، اخد العربيه بتاعتكم بس. دي حاجه دي تقول لي اركب يا هالك. هالك طلع يجري. ولا هالك اركب يلا، اركب معايا يلا، خدنا العربيه بتاعتهم.
يا ابني اركب. لا وطلع يجري، راح فين ده؟ يا ابني اركب، يا ابني اركب بسرعه بسرعه قبل ما الناس دي تجيلنا. هو خايف ولا ايه؟ ايه ده، الناس جايه لي، الناس جايه لي. هيفنشوا صاحبي؟ لا استنى هفنشهم لك. اركب يا هالك بسرعه، تعالى معايا. هالك خايف ولا ايه؟ هالك طلع يجري وسابني ومشي. يا جماعه هالك سابني لوحدي ومشي، طلع يجري مش عارف راح فين. بس انا لازم اساعد نفسي دلوقتي وارجع القوه الخارقه بتاعتي، ومش عايز حاجه من هالك. بس ماشي يا عم هالك، سابني وطلع يجري. انا سامع ان القرود بقى موجوده هنا في المكان ده، خلينا ناخد العربيه دي ونروح لهم بسرعه. اول ما نفنشهم كلهم القوه بتاعتي هترجع لي على طول. يلا خلينا نروح لهم بسرعه بالعربيه الجامده دي. واو العربيه دي بقى احلى حاجه فيها ان هي بتمشي في الجبال. يعني بص لو احنا مشينا في الجبل هنا هتلاقيها سريعه جدا معايا. هم المفروض القرود تكون هنا، يا رب بس يكونوا موجودين فعلا والقوى الخارقه بتاعتي موجوده معاهم. اهم يا نهار ابيض، اقف يلا بالعربيه يلا القرود يلا. اهم هم دول، هم دول اللي خدوا القوى الخارقه بتاعتي. استنى استنى احنا لازم ندوسهم كلهم. استنى هنلف ونشينا ونرجع تاني. وهالك سابني ومشي. ماشي يا هالك ماشي، انا لما ارجع القوى الخارقه بتاعتي والله ما انا مساعدك بقى وهسيبك لا ولا ايه ده، ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ العربيه اتقلبت يا جماعه. معلش يا قرود، القرود دي احلى حاجه فيها ان هي مستسلمه. بص 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 ما بيعملوش اي حاجه خالص. ايه جيش القرود ده كله؟ ايه يا عم ده؟ دول بقى اللي واخدين القوى الخارقه بتاعتي. وسع عليك اهو. الله بص بقى انا هعمل فيهم بقى حاجه جامده جدا. وسع عليك اهو، وسع. ايوه كده. انا بقى اعمل لهم ايه بقى؟ بص كده الحركه دي ندايه، عمره معلوم ندايه اهي 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 اهي. بص 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 ايه ده، جريوا جريوا. ودي كمان اهي، استنى استنى، ودي كمان اهي. والله ما انا سايبكم عشان تبقوا تاخدوا القوى الخارقه بتاعتي. واو وسع يلا. فنشناهم كلهم. بس ايه ده، انا فنشت العربيه كمان، دمشتها خالص كده، كلهم اتفنشوا وما بقاش اي حد موجود فيهم. والمفروض دلوقتي ان انا ارجع القوى الخارقه بتاعتي، فيلا بينا. واو دلوقتي القوى الخارقه بتاعتي هترجع لي. يا سلام عليك يا سوبر مان يا جامد، اخيرا اصحاب القوى الخارقه بتاعتي رجعت لي وبقيت رجل قوي جدا وسوبر مان بقى. بص بص هالك فين؟ الحق 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 هالك، هالك ماشي في الجو. ولا هالك انت ماشي ازاي في الجو كده؟ هالك استنى انقذك يا صاحبي، تعالى ما تخافش ما تخافش، انا ماسكك ما تخافش ما تقلقش. بص انا هاخدك معايا ونروح ننقذ بقى المدينه. ولا اقول لك استنى 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 اما احطك هنا كده اهو. ايه يا هالك في ايه؟ استنى بص بص القوى الخارقه اللي معايا، انت مش فرحان ولا ايه؟ هالك هالك يا صاحبي، لا يا صاحبي انت اتفنشت ولا ايه؟ ولا هالك اصحى يلا، اصحى يا عم هالك. انت يا ابني بقول لك جبت القوى الخارقه بتاعتي وما بيتكلمش. لا يا جماعه ده ساكت ما بيتكلمش. ماشي يا هالك. شايف وانا ماسك هالك ازاي وبعمل القوى الخارقه بتاعتي عشان تسيبني وتجري؟ انا قلت لك ما تجريش ما تجريش يا هالك. بص بقى انا عندي قوه بقى ايه، هعمل لك حاجه جامده جدا، هرجع لك انت كمان القوه الخارقه بتاعتك. يلا هطيرك دلوقتي اهو. واو وهو بقى هيرجع بالقوه الخارقه بتاعته دلوقتي. وهالك جاي لي دلوقتي بعد ما جاب القوه الخارقه بتاعته وكمان وبقى قوي برضه. مش كده هالك؟ مش انت بقيت قوي؟ استنى كده هالك، وانا ينفع اضربك؟ لا 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 مش قصدي، مش قصدي يا هالك. تعالى تعالى يا صاحبي تعالى تعالى، مش قصدي. طب بقول لك ايه، انا هشيلك ماشي، هشيلك عشان اطير بيك لان انت ما بتعرفش تطير، فهشيلك واطير بيك بقى عشان نروح ننقذ الناس. واو وسع يا صاحبي. احنا هنروح دلوقتي يا جماعه، اول حاجه نعملها ان احنا ننقذ المدينه لانها غرقانه في الميه. ايه ده، المدينه مش غرقانه في الميه ولا ايه؟ لا المدينه غرقانه في الميه اهي، بس المكان ده ما وصلش لسه الميه. ليه؟ شايف الميه موجوده فين؟ يا نهار ابيض، لا احنا لازم نشوف حل. بقول لك ايه يا هالك، انا هرميك فوق المبنى ده وانزل انا اساعد الناس لان انت تقريبا كده مش هتعرف تعمل حاجه معايا. استنى بس هوقفك هنا كده اهو. ايوه اقف هنا، خليك بقى موجود هنا يا هالك. اوعى توقع اوعى توقع. ايوه خليك هنا ماشي، انا جاي لك دلوقتي، خليك واقف. انا هطير بس انقذ الناس واجي لك، ما تمشيش يا هالك، خليك واقف. انا حاطك جنب جنب طبق الدش ماشي. خلينا بقى يا جماعه ننقذ الناس، ننزل بقى تحت الميه. لازم دلوقتي نبدا وننقذ المدينه ونحط خطه علشان نقدر نطلع كل الناس اللي موجوده تحت البحر، لان في ناس كتير جدا موجوده تحت البحر. خلينا كده ننزل ونشوفهم. يا نهار ابيض، ايه ده؟ استنى استنى، ده في واحد بيعوم تحت البحر اهو. استنى يا صاحبي انقذك، تعالى تعالى ما تخافش ما تخافش، هنقذك هنقذك، هطلعك بره الميه اهو. استنى هحطك على الشط هنا كده. ايوه خليك بس هنا. ايه دي واحده اصلا مش واحد. ايوه اهو، اجري بقى بسرعه، انت عم انقذ بقيه صحابك. احنا هننقذ كل الناس اللي موجوده تحت البحر. في حد موجود تاني ولا لا؟ استنى كده، في عربيه ايه بس العربيه دي لا فاضيه فاضيه. في واحد اهو، تعالى تعالى يا صاحبي تعالى ما تخافش، عايز اخد حد تاني معايا. هناخد الراجل ده كمان، لا تعالى انت وناخد صاحبك ده. ايه ده، انا ما ينفعش اشيل غير واحد بس،
اوكي خلينا نمشي ونطير بيه كده. وسع يالا. وراح فين؟ ايه ده مش ماسك واحد؟ استنى خلينا نرميه. بص انا هحطك على السطح هنا يا صاحبي. ماشي هحطك على السطح هنا وخليك هنا موجود، اوعى تتحرك من هنا. ايه ده الراجل اتفنش يا عيني يا صاحبي. اصحى يا صاحبي، امال انا انقذتك ليه صاحبي؟ ايه ده يا جماعه في ايه؟ يا الناس بتطلع من تحت المايه متفنشه ليه كده؟ المود ده احنا لازم نوقف المايه خالص. سيبك بقى من كل الناس اللي انا انقذتها، بص كده شوف الاتنين اللي قاعدين تحت المايه دول، والحمد لله اصحاب الفيضان اختفى وما بقاش موجود في مايه في المدينه خالص، وده كله بمساعده هالك صاحبي. وهالك راح فين؟ هالك كلمني في التليفون وقال لي ان انا قفلت لك المحبس بتاع المايه، يعني ما عادش في مايه موجوده في الارض خالص. حتى احنا لو رحنا على الشط كده عشان نشوف المايه موجوده ولا لا، هنلاقي فعلا ان هو شال المايه من كل الاماكن. ايه ده ايه ده، يعني ما عادش في بحر كمان. بص بص بص، شايف حتى السمك اهو، السمك بقى بيترمي في الارض، ما عادش في اي بحر خالص. يا نهار ابيض، ولا هالك انت عملت ايه في المدينه؟ هلا رجع الميه تاني. والله الواد هالك اللي لسه مكلمني وقال لي كده. حتى بص السفينه دي، السفينه دي واقفه على الارض ما فيش فيها اي ميه. اي السفينه دي ماشيه ازاي؟ استنى ده بجد ده ولا ايه؟ ده بجد والله يا جماعه. بصوا السفينه العملاقه دي مفيش اي ميه تحتها ولا ايه اللي بيحصل ده؟ اوه يا نهار ابيض يا جماعه، ما عادش موجود ميه في المدينه. وكده هي دي نهايه كوكب الكره الارضيه اللي احنا موجودين فيه، ونقدر كمان نركب اي عربيه. لو انا عايز اركب اي عربيه وانزل اوريكم البحر من تحت شكله عامل ازاي. بص بس هنشوف هنقدر نركب عربيه ولا لا. بقول لك يا صاحبي، ممكن تنزل العربيه بتاعتك؟ انزل. لا ما تشيلوش يا سوبرمان، ما تشيلوش يا حبيبي. بص بيشيلوا بيجري ازاي. لا احنا عايزين العربيه بتاعته بس نركبها. ارميه هو، ارميه. ايوه ارميه، مش عايزينه. اركب بقى العربيه يا عم. لا هو انت كل شويه تنزل واحد من العربيه وتشيله؟ يا عم احنا عايزين العربيه بتاعته. يا نهار ابيض، اركب العربيه دي. اوكي سوبر مان لما بيبقى معاه قوه خارقه ما ينفعش يركب اي عربيه، هو يقدر ينزل اي حد بس. بص كده شايف، اوه القوه الخارقه الجامده دي. في حد تاني جاي؟ استنى خلينا ناخد الراجل اللي موجود في العربيه ده. تعال انزل يا صاحبي، انزل تعالى. انت عايز تروح فين يا صاحبي؟ اوديك فين؟ نفسك تتفسح؟ اطير بيك. ايه رايك اطير بيك؟ بص كده شايف الطيران الحلوه دي؟ اي مبسوط كده يا صاحبي؟ والله شكله جميل جدا يا جماعه. ازيك يا سوبر مان؟ خلينا بقى نرمي الراجل ده، نرميه في اي مكان. استنى نرميه فين؟ نرميه فين؟ ما مفيش بحر اهو، شايف البحر اختفى. استنى هنرميه تحت هنا في القاع، هنا في الارض هنا اهو. روح يا صاحبي، الراجل سافر يا جماعه. اوكي خلينا احنا نطير بقى كده. دلوقتي بعد ما هالك منع المايه عن المدينه خالص، قرر ان هو ينتقم منه ويفنشني انا كمان، وانا مستنيه دلوقتي علشان نشوف المواجهه دي واقدر اشوف حل وارجع المايه للمدينه، لان المدينه بقت ناشفه والناس بقت عطشانه وما بقاش في مايه خالص. فهنستنى دلوقتي لما هالك يجي علشان نشوف هنعمل ايه. انت فين يا هالك؟ هالك نشف البحر يا جدعان. ده مش هالك اللي عمل كده، ده سوبرمان صاحبي والله. اخويا التوام هو اللي عمل كده في المدينه. بص ماشي يضرب في الناس ازاي. تعالى والله ما انا سايبك، تعالى خد يا صاحبي. هو انا هسيبك؟ وقابلني لو سيبتك بقى. تعالى انت اللي عملت كل ده في المدينه. ماشي امسكوا يا سوبر مان، امسك اخوك ده. ايه ده هو عمل ايه؟ ايه ده ده هيضربني، هيضرب. لا هو فين؟ هو راح فين؟ اهو واقف. خد بوكس. استنى هنديله ليزر بقى. يا بس خلاص يا سوبر مان، خلاص انت اقوى منه، انت فنشته خلاص، عايش عليك كده يا جماعه. الحمد لله فنشنا سوبر مان اللي كان عامل المشكله دي كلها، هو ده. وانا اللي كنت فاكر ان هالك صاحبي هو اللي عمل كده في المدينه، طلع سوبر مان صاحب التوأم بتاعي. ماشي يا سوبر مان، خلاص كده انا انتقمت منك ومش هتعرف تعمل حاجه. ايه ده في سوبر مان تاني. استنى، لا استنى، سوبر مان مين ده؟ خد والله ما انا سايب. ده في سوبر مان كتير، ده شكلهم جيت سوبر مان، لازم نفنشه ده كمان. يا وزع بس. خلاص كفايه ضرب فيها سوبر مان، كفايه زي اخوك برضو يعني، سيبه غلبان. فنشناه. تعالى خلينا بقى نمسكه اهو، سوبر مان اهو يا جماعه اللي كان عامل المشاكل دي كلها في المدينه، انا ماسكه اهو. هو ده صاحبي، هو ده اللي نشف الميه. الراجل ده بيجري ولا في دماغه اي حاجه. خد سوبر مان اهو صاحبي. سوبر مان التاني اللي كان هنا فين؟ استنى كان في سوبر مان هنا. لا ايه ده الراجل ده نايم على الارض ليه كده؟ اصحى يا صاحبي، اصحى
اصحى بسرعة. طبعا اصحابي في جزء تاني للفيديو ده، لو عايزين ننزله انزلوا دلوقتي، اضغطوا على زرار اللايك واشتركوا في القناة، استنوا الفيديو التاني. مع السلامة يا صاحبي.